أقول فهمتيني ولا لا. ودابا كيحاولوا مع الأحرار. هذوك الأحرار أنا ما كنسمع لهمش بزاف، ما كنحلش بزاف باش نسمع اش يقول. هاد الأيامات شعلت هذاك السي أخنوش سمعتو كيتكلم في إسبانيا مع الناس، عز عليا أشفقتو عليه. مسكين ما عارف يجاوب، ما عارف يدافع على بلاده، ما عارف ولا رجل على قد الحال. كتجيب واحد فهمتيني ولا انت جاي من مجال المال والاعمال، وحتى المال والاعمال يعني كانت عنده حظوظ، وكان ابن اسره ميسوره وسعيد على ان يكون في الوضعيه التي هو فيها الى اخره. حنا ماشي ضدو السي أخنوش، ما عندي انا تحجد، بالعكس علاقتي معاه كانت دائما جد لطيفه، ولكن هذا الشيء ماشي ديالو، ما 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 ما, ما غينجحش، ما يمكنلوش ينجح. وإذا استغرب تيشوف الدنيا شاعلة وباقي زايد، ما عرفتش كيتصرف الخاطر مسكين ولا لا. بكل صراحة نتكلم معكم بصدق.